السلام عليكم متابعي قناة انجلش فيديو، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي غادي يكون بالنسبة لتيكيت تو انجلش الأولى باكالوريا، يعني آداب أو العلو فنفس الكتاب. إذا بالنسبة لهذا الدرس غادي نشوفوا الجراما أناليسيس اللي غادي نشوفوا فيه بالضبط الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط بالنسبة للأفعال. إذا بالنسبة لهنا كما كتشوفوا هذه الصفحة 15، إذا خذوا معي الكتاب ونبداو الدرس على بركة الله. إذا كما كتشوفوا هنا وكما قلت لكم هذا هو الباست سيمبل، وغادي نشوفوا التصريفات ديالو في الافيرماتيف في النيجاتيف في الانتروغاتيف، وغادي نشوفوا كذلك الانواع اللي كيكونوا ديال الافعال في التصريفات. إذا عندنا 1 read what Katia says about her typical day. إذا هنا عندنا واحد الفقرة صغيرة اللي كتهضر على كيتيا وعلى يعني شنو كدير خلال اليوم. I usually get up at 7 o'clock and have big breakfast. يعني هي كتفيق مع السبعة ديال الصباح وكتتناول واحد الفطور كبير. I walk to work which takes me about half an hour. يعني هي كتمشى لمقر العمل، يعني ما كتركبش طوبيس او عندها طوموبيل خاصة، وكيستغرق الامر نصف ساعة. I start work at 8:45. يعني كتبدا العمل ديالها مع 8:45 دقيقة. I never have lunch. ما كتغداش نهائيا. I finish work at 5. يعني كتسالي العمل ديالها مع الخامسة. I'm always tired when I get home. ملي كترجع للدار كتحس بالعياء. I usually cook a meal in the evening. يعني كتوجد شي أكلة في العشية. I don't usually go out. في الغالب أنها ما كتخرجش برا. I go to bed about 11. يعني مع 11 كتمشي تنعس. I always sleep well. يعني كتنعس مرتاحة. يعني هنا شو مطلوب منا؟ A. Yesterday was a typical day for Kitty. Write the things she did and the things she didn't do. يعني عندنا تقريبا نفس الجمل في التمرين اللي كاينين في الباراغراف، وحنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نردو داك الجمل في الماضي في الباست. الا شفتو في الجمل الاولى اي يوجلي جيت اب ات 7، يعني هنا كل يوم كتفيق مع السبعة، ولكن باش نقولوا انها البارح فاقت مع السبعة فهنا خصنا نحولوا الفعل للباست سيمبل. اذا هنا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو كاينين انواع ديال الباست سيمبل، ماشي جميع الافعال كيتصرفوا بنفس الطريقه، فكاين جوج ديال الانواع بالضبط. هنا نشرح لكم هذه النقطه هذه. اذا بالنسبه للباست سيمبل عندنا ريغولار فيربس عندنا ايريغولار فيربس. الريغولار فيربس هما الافعال اللي كيتبعوا واحد القاعده معينه، وايريغولار فيربس هما الافعال اللي ما عندهمش حتى قاعده وهادو خصهم يتحفظوا. بالنسبة للريجولار فيربس فهما يعني ساهلين أننا نخدموهم ونعقلو عليهم، فقط كنزيدو إي دي آت دي إند، فقط أهدي لجميع الأفعال اللي عندنا واللي هما ريجولار. بالنسبة للريجولار فيربس فهما عندكم مجموعة ديال الأفعال في الأخر ديال الكتاب اللي خصكم أنكم يعني تعقلوا على التصريف ديالهم، فما كايناش شي قاعدة محددة اللي تعقلوا عليها. إذا نخدمو هاد التمرين هذا ونشوفو التصريفات ديال الأفعال ومن بعد ندوزو للتمارين الأخرين. ناو شي get up. اذا هنا get up خصنا نحطوها في الباس كما قلت لكم، والباس ديال get هي got. اذا غنكتبوا she got up at 7 o'clock، يعني فاقت البارح مع 7 ديال الصباح. 2 she a big breakfast. هنا عندنا she have، راه مكتوبه have في الباراجراف، ولكن هنا خصنا نديروها في الباس، اذا خصنا نقولوا she had. اذا have كتولي لنا had. 3 she to work. يعني هنا شي ووك، يعني كتمشى باش توصل للعمل، وهنا هذا الفعل اللي هو ريغولار فقط غنزيدو اه اللي هي شي ووكت تو ورك. فور ات تو جيت تو ورك، يعني شحال ديال الوقت كياخدها باش توصل للعمل؟ كما قلت لكم نصف ساعه، فهنا غادي نقولو شي او لا ات عفوا، فهنا غنقولو ات توك هير هاف ان اور تو جيت تو ورك. ات توك، اذا تي كتولي توك. 5 she at a quarter to 9، يعني مع 9 دقائق الاربع شنو كيكون؟ يعني انها كتبدا العمل. so she started work at quarter to 9. started هو regular verb. 6 she lunch. اذا هنا عندنا في الجمله I never have lunch، اذا هنا خصنا نكتبوا she never had lunch. 7 she at 5 o'clock. هنا يعني مع الخمسه شنو كدير؟ فهنا الخمسة يعني كتنتهي من العمل، فغنقولو she finished work at 5 o'clock. 8 she tired. يعني هنا عندنا she وعندنا tired اللي هي يعني كتعيا، فهنا غنقولو she was
تايرد. اذا هاد الافعال ما كنجيبهمش في راسي راه غتلقاهم في نهايه الكتاب، يعني كاين التصريفات ديالهم تما، فاللي بغى يراجعهم يمشي للاخر ديال الكتاب ويقلب عليهم تما ويحاول يحفظهم. 9 she a meal yesterday evening. Now she cooked. She cooked. إذا cook هو regular verb. 10 she out. Now I don't usually go out. هنا هذا النيجاتيف فنقولوا she didn't go out. 11 she at 11 o'clock. يعني مع 11 شنو كدير؟ كتمشي تنعس. I go to bed. هنا غنقولوا she went. She went to bed at 11 o'clock. واخر وحده اللي هي 12 she well last night sleep. فهنا sleep كتولي slept. اذا نقولوا she slept well last night. هنا مباشره غندوزو للبين اللي هي copy this table on your notebook and fill in the table with the verbs you have used above. فقط يعني الافعال اللي خدمناهم في الفراغات غادي نحاول نرتبوهم، فين هما الريجولار فيربس كيما قلت لكم وفين هما الريجولار فيربس. اذا بشكل بسيط عندنا regular verbs walk start finish cook، هادو regular verbs، والباقي regular verbs اللي هو get up to be get go take have and sleep. اذا هادو هما الافعال يعني اللي عندنا في regular verbs، فقط غادي نزيد لهم اهدي باش اننا نعبروا على الماضي والباقي خصو يتحفظ. 2 A friend of yours has just come back from holiday. يعني واحد صديق ديالك رجع من العطلة. You'd like to know about his or her holiday. يعني احنا غادي نطرحوا اسئلة باش نعرفوا كيفاش دوز العطلة ديالو. Write your questions. اذا عندنا الافعال والكلمات اللي بين قوسين فخصنا نحطوهم على شكل سؤال. وعندنا كابيتال A where go. اذا اين و go ذهب، يعني هنا غنقولوا اين ذهبت. Where did you go؟ إذا هنا خصنا محتاجين ضروري الباست سيمبل باش نستعملوه في الأسئلة. إذا بي عندنا go alone. go ذهب و alone هي اللي وحده، يعني واش مشيتي بوحدك. Did you go alone؟ إذا بالنسبة للانتروغاتيف فورم فضروري نسبقو did، والفعل يعني كنحطوه كما هو. سي how long stay. how long هي المدة و stay يعني بقيت، يعني شحال ديال المدة اللي بقيتي تما. So how long did you stay there. D how travel. how كيف travel هي السفر، يعني كيف سافرتي. how did you travel. إلا حطو هنا نفس الشيء كيتعاود ديما، داك did و you، والفعل كنحطوه بين قوسين كما هو. E enjoy yourself. إذا هنا نفس الشيء غنديرو، غنسبقو did. did you enjoy yourself. واش استمتعتي بوقتك. F weather fine. weather هو الجو، fine جيد يعني واش كان الجو مزيان. هنا غنستعملو verb to be فغنقولو was the weather fine. G stay at a hotel. يعني هنا stay هي بقيتها، و at a hotel في فندق، واش بقيتي في hotel. did you stay in ولا at a hotel. H the food good. هنا الفود الأكل good جيد، يعني واش كان الأكل اللي عطاو في الأوتيل مزيان. نفس الشيء غنديرو هنا، غنستعملو verb to be وغنقولو was the food good. إذا نشوفو التمرين الموالي اللي هو 3 fill in the blanks with the right forms of verbs in the list. اللي عندنا مجموعة ديال الأفعال اللي عندنا buy اللي هو يشتري، drink يشرب، cost يكلف، catch يمسك، spend ينفق، throw يرمي، sell يبيع، teach يعلم، and write يكتب. هنا ماشي غير غنقلبوا على المكان المناسب ديال الفعل، وانما خصنا نصرفوه في الماضي البسيط past simple. اذا عندنا هي شيكسبير a lot of plays and poems، يعني شيكسبير بزاف ديال الروايات والمسرحيات. اذا شنو دار شيكسبير؟ هو كتبها. اذا غنختاروا رايت ولكن نحطوها في past simple هي wrote. B how did you learn to drive. يعني كيفاش تعلمتي انك تسوق. my husband me. يعني الزوج ديالي علمني. اذا هنا عندنا teach اللي هي علمه، ولكن خصنا نحطها في الباست سيمبل اللي هي taught. سي وي اور اول كار اند جوت ا نيو وان. يعني حنا السياره القديمه ديالنا وجبنا واحده اخرى جديده. اذا هو الفعل اللي غنحتاجوه هنا شنو هو؟ هو سيل يبيع، يعني بعنا الطوموبيل القديمه. اذا هنا شنو غادي نقولوا؟ سيل في الباست كتولي سولد. دي As I was very thirsty, I the water quickly. يعني كنت عطشان بزاف والماء بسرعة. يعني هنا شربت الماء بسرعة. إذا غنقولو drink ولكن خصنا نحطوها في الباست سيمبل فغنقولو drunk.
إيه عمر the ball to نجات، يعني عمر الكرة لنجات، and she with both hands، وهي بيديها معا. إذا عمر رمى الكرة، يعني كيلعبوا شي فولي بول أو something، فهنا غنقولوا عمر throw، ولكن خصنا نحطوها في الباست سيمبل، فغنقولوا through the ball to نجات and she catch، أمسكتها catch، غنحطوها في الباست سيمبل اللي هي caught. يعني لاحظتوا هنا التصريفات ديال الافعال ما عندهمش شي يعني نمط معين او تصريف محدد، فهنا خصهم يتحفظوا. اف امين a lot of money yesterday، يعني امين بزاف ديال الفلوس البارح، فهو انفق. spend، ولكن غنقولوا spent. هي a pair of jeans، يعني هو واحد السروال جديد اللي كلفو 120 درهم. اذا غنقولوا هي باي، ولكن في الباست غتولي بوت. A pair of jeans which cost، إلا لاحظتو هنا cost ما صرفناهاش حيت نفس التصريف في الباست أو يعني في البريزنت 120 درهمز. إذا هنا وصلنا لآخر حاجة غنشرح لكم يعني بسرعة بسيطة، فهنا غتحتاجو تخدمو بالآخر ديال الكتاب فين كاينين الأفعال عندكم. إذا السؤال كيقول look at the irregular verb list at the end of the book and put verbs between or within the suitable verb family. إذا قالك هنا غتاخذوا الاخر ديال الكتاب وغتشوفوا اللائحة ديال الأفعال اللي هما irregular، يعني الغير يعني ما عندهمش قاعدة، and put the verbs، وحطهم يعني في الخانة المناسبة ديالهم على حسب يعني التصريف اللي كيشبه الآخر. إذا عندنا هنا A the A family، يعني الافعال اللي كيتصرفوا في الباس وكترجع ا، بحال اش اللي شفنا، شفنا درينك اللي هي بي وفي الباس كتولي درانك. اذا خصكم تقلبوا على شي افعال بحال هكا يعني وتخدموهم كاملين. عندنا ذا او فاميلي، يعني اللي كيسالي ب او دبليو في، بحال ثرو اللي شفنا كتولي ثرو، الى لاحظتوا او كتولي او. ذا او فاميلي هنا يعني هما اللي كيتحول او بلاصتها. عندنا ذا تي فاميلي اللي كيسالوا بالتي، بحال شفنا سباند كتولي سباند. ذا اتش تي اتش تي ات ذا اند، هنا عاوتاني كيسالوا بجي اتش تي، بحال كاتش كتولي كوت، تيتش كتولي توت. ذا نو تشينج فاميلي، وهنا عاوتاني يعني الافعال اللي ما كيتغيروش نهائيا، بحال كيما شفنا كوست، فكاين اخرين بحال ريد يعني ما كيتغيروش في الماضي. إذا وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى يكون فادكم، إلا محتاجين شي درس آخر خليه لي في تعليق، وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد.